حياكم الله معنا من جديد. مثل ما شفتوا في الانترو الخاص راح تكون معنا نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية الدكتورة أمل الرشدان. حياك الله معنا دكتورة أمل، ويا هلا ومرحبا فيك بليالي الكويت. الله يحييكم ويعطيكم الصحة والعافية، وشكرا لاستضافة الهيئة العامة للغذاء والتغذية على هذا البرنامج. حياك الله، ودور كبير تقوم فيه الهيئة العامة للغذاء والتغذية بكل تأكيد، خصوصا في الفترة الحالية ومنذ يعني أصبح هناك وضع للطوارئ خاص بفيروس كورونا. نبي نتعرف على الشيء الجديد، وبعد ما قطعتوا هذا المشوار لوين وصلتوا؟ الهيئة العامة للغذاء والتغذية عندنا فريق الطوارئ، ويتكون من المحافظات الستة، يقومون على مدار الساعة ونظام النوبات بالتفتيش على المنشآت الغذائية، على المطاعم، على المسالخ اللحوم والدواجن، يتأكدون أن المادة الغذائية تكون صالحة للاستهلاك الآدمي. فأمانة هو شغلنا دائما هو شغل رقابي، وعندهم تغطية قضائية، فلهم الحق أن يدخلون أي منشأة غذائية ويكشفون عليها من ناحية انهم قاعد ينفذون لوائح الهيئه العامه للغذاء والتغذيه. ففي هذه الفتره احنا قمنا بتكثيف جهودنا، ولكن هذا من صلب شغلنا اللي نقوم. نعم، فهذا من صلب شغلنا، يعني ما في شيء جديد غير ان احنا نكثف الجهود على التفتيش، والمفتشين أمانة يعطيهم الصحة والعافية، يشتغلون على مدار الساعة نظام النوبات، وأثبتوا في هذه الفترة حبهم للوطن وأخلاصهم بالعمل، حتى أنهم يشتغلون خارج نوبتهم. بس بالنوبة حتى يكون عندهم راحة يجون يشتغلون، يحسون أن هذا واجب وطني، ولابد أن المادة الغذائية توصل للمستهلك أنها تكون صالحة للاستهلاك الآدمي. طيب، نبي نتعرف على أهم المخالفات اللي كشفتوها خلال الفترة الماضية واللي ممكن يقع فيها أصحاب هذه المنشآت الغذائية. أوكي، إحنا بالنسبة حق الهيئة العامة للغذاء والتغذية عندنا جزئين من المخالفات. مخالفات تكون جسيمة، وهذه المخالفات تكون جسيمة مثل يكون المادة الغذائية تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو تكون غير مثلاً مطابقة للمواصفات، وتكون طبعاً مخالفة للشريعة الإسلامية. فهذه المخالفات رأساً تروح النيابة وتعتبر من المخالفات الجسيمة. في عندنا مخالفات تكون قابلة للصرف، وهذه المخالفات يكون للمخالف شهرين إنه ممكن يسددها، وإذا ما سددها خلال هالشهرين تحول إلى النيابة. فبالعموم هذه يعني هذه الأشياء اللي إحنا نقوم فيها. نعم، بعض أصحاب التراخيص الصحية للمنشآت الغذائية قد يكون انتهى ترخيصهم، خصوصا الفترة الماضية، أنت عارفة الوضع شلون صاير، فهل هذه تعتبر من المخالفات الجسيمة، ولا شلون قاعد يتم التعامل معهم علشان يجددون هذه الرخص؟ طلع تعميم من رئيس مجلس الإدارة المدير العام السيد عيسى الكندري في 12/3، بأن اللي ما عندهم تراخيص بعد 12/3 ما نعتبرها مخالفة للظروف اللي نمر فيها. أما اللي قبل هذا الوقت فيعتبرهم مخالفين. نعم. فحالياً ما عليهم مخالفة. نعم، وهل رصدتوا عدد من هذه المخالفات انتهاء الترخيص؟ لا، الترخيص لا، ما رصدنا مخالفات. قد يكون المخالفات اللي قبل 12/3، نعم في مخالفات، يعني احنا اغلب مخالفاتنا تكون ان المطاعم مفتوحة بدون ترخيص. فاللي قبل 12/3 اللي ما عندهم ترخيص من الاساس خالفناهم، واللي عندهم ترخيص وما جددوا قبل 12/3 هم يعتبرون مخالفين.
طيب نبي نتكلم عن دوركم في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأهم الأمور اللي قاعدين تقومون فيها في الفترة الحالية، خصوصا لما فتحت المجمعات التجارية والكافيهات رجعت فتحت من جديد. بالنسبة للمجمعات والكافيهات اللي فتحت من جديد، في عندنا لجنة رباعية تتكون من الهيئة العامة للغذاء والتغذية، بلدية الكويت، وزارة التجارة والصناعة والقوى العاملة. اللجنة الرباعية يقومون بالتفتيش على المحلات، كل في اختصاصه، بس يجتمعون كلنا نجتمع بحيث لابد أن ننفذ ونطبق قرارات مجلس الوزراء الموقر من ناحية التباعد الاجتماعي وعدم يكون الزحمة في المكان، وأن لازم العاملين والأشخاص اللي يروحون حق هذه الأماكن لابد يلبسون الكمامات. فهي لجنة رباعية وكل يقوم باختصاصه، ولكن نشترك في هذه الأشياء. نعم، احنا يمكن مقبلين على عيد الأضحى إن شاء الله، وكل عام والجميع بخير، فهل لكم دور في مسألة الأضاحي؟ هل راح يكون لكم دور في المسالخ أو شيء من هالنوع؟ نعم، احنا عادة في كل سنة، السنة السابقة يكون إلى جانب المسالخ، يكون عندنا مسالخ مؤقتة واللي يقوم احنا نقوم بالإشراف عليها، والجمعيات هم يطلبون أن يكون مسالخ مؤقتة. طيب بعد إذنك دكتورة أمل، علشان الصوت بس يوصلنا بشكل أوضح، يمكن أنت فاتحة التلفزيون يمك أو شيء، لأن كنا في قاعد يرجع، نبي نتكلم فقط من خلال. أبدا، أنا في الدوام. حلو، موجودة. حلو، علي صوتك شوية. أوكي، ولا همج. إحنا سابقا أوكي يكون عندنا مسالخ مؤقتة عن طريق الجمعيات. نعم. أو المسالخ، طبعا المسالخ الأربعة الموجودة في المحافظات، هذه مثلا كل سنة. بس حاليا إحنا نقوم بدراسة الوضع، إن كيف نسيطر على الموضوع، وخصوصا إن لازم ننفذ قرارات مجلس الوزراء الموقر، إن لازم يكون في تباعد اجتماعي وإن ما يكون زحمة. فهذا الموضوع لحد الآن تحت الدراسة، إذا نعم. نفتح يكون عندنا مسالخ مؤقتة أو لا. أكيد راح يكون في تعاون بينكم وبين جهات أخرى، خصوصا فترة الأضحية، يعني راح أتوقع يصير زحمة، وإحنا في وقت جدا حرج، فما أدري شلون راح تسيطرون على الموضوع. إحنا سابقا كنا نستعين أمانة بالداخلية، الداخلية مشكورين وما كانوا أو ما يقصرون، فإذا اضطرينا أن نفتح يكون في مؤقت، فأكيد لازم نستعين بالداخلية، وهم دائما يقومون بالواجب، وهم اللي يقدرون، هم الوحيدين اللي يقدرون يسيطرون على الأمر هذا من ناحية التباعد ومن ناحية النوايا المزحمة. نعم، هل وجدتوا مخالفات بعد ما رجعت المجمعات التجارية وبعد ما رجعت المطاعم والكافيهات؟ هل وجدتوا مثلا مخالفات مختلفة نوعا ما عن ما كان يضبط في السابق؟ لا، هي نفس تقريبا، تكون هي نفس المخالفات، وخصوصا الاشتراطات الصحية. المحلات كانت شنو هي بالضبط الاشتراطات الصحية اللي انتم يعني تلقون الضوء عليها؟ اوكي، في عندنا اشتراطات صحية، النظافة العامة، نظافة المحل، يعني نظافة عامة، يكون المحل ان جنرال عامة انه يكون نظيف، النظافة الشخصية للعمال، فهذه هي من الاشتراطات يعني الصحية اللي ننتبه عليها. نشوف المخازن، إذا كان عنده مخزن نشوف هل المادة الغذائية تكون محافظ عليها من ناحية أنها تكون صالحة للاستهلاك الآدمي. نشوف الثلاجات، نشوف الفريزرات اللي هم مشتغل، لازم يكون عندنا الفنتيليشن اللي هو التهوية. كانت مسكرة تقريبا 3 أشهر، فمن هذه الأشياء، من هذه الأشياء الصرف الصحي مهم. نتأكد أيضا من أن الماي اللي موجود هم يكون ماي يكون صالح للاستهلاك الآدمي،
فهذه من الاشتراطات اللي احنا نركز عليها في هذه الفترة. ما أضفتوا مثلا شهادة خلو العمال اللي موجودين أو الطباخين أو اللي موجودين داخل المطابخ من فيروس كوفيد 19؟ لا، بالنسبة لنا احنا في عندنا احنا الاشتراطات الصحية اللي تكون خاصة لنا، ولابد أن لازم العامل يكون عنده بطاقة صحية، وهذه البطاقة الصحية يكون تصدرها وزارة الصحة، انه هو يكون لائق يشتغل في منشأة غذائية وصالح، يعني لائق صحيا من ناحية تداول المعلومات الغذائية، تجهيز، تحضير، نقل. اما على كوفيد 19 فهذا اختصاص بحث لوزارة الصحة. نعم. طيب، نبي نتكلم بعد عن أهم الأمور اللي تحبين أنك توجهينها لكل المشاهدين الحين، إذا كان في مثلا مخالفة قد يسهو عنها صاحب المكان كمطعم أو كمنشأ غذائي. إحنا الاشتراطات معروفة، وهم يعني يعرفون هذه الاشتراطات. ففي بعض المطاعم او في بعض المنشآت الغذائيه، من كثر هم ما حريصين، هم اهم يتصلون فينا تليفون يقولون لو سمحتوا اذا تجون لنا المنشاه او تشوفون لنا شنو النواقص اللي فيها على اساس ان احنا نعدلها. وهذا بالعكس يعني امر طيب انه يكونون هم برو اكتف، يعني مو احنا نروح نلعب مخالفه. عندنا احنا هوت لاين اللي هو 1-8-0-3-7-0، وهذا ايضا للشكاوي اذا في عنده اي احد عنده شكوى. حلو. مجرد هو عن طريق هم يكون عن طريق الواتساب، فاحنا اذا كانت في شكوى راسا نروح على هذه الشكوى ونشوف مدى صحتها. في عندنا ايضا الحين ممكن على الاسبوع الجاي ان شاء الله راح نستلم حقيبه المفتش، وهذه الحقيبه مهمه جدا على اساس ان المفتش لما يطلع تفتيش تساعده في أخذ القرار، وهي عبارة عن تولز، أدوات تساعده بالتفتيش، بعض الأجهزة البسيطة اللي تساعده في أنه يأخذ القرار في نفس الوقت. ممكن نتعرف على هالحقيبة أكثر؟ أي، هذه الحقيبة هي لا تغني عن أنه ما يأخذ العينة ويوديها المختبر، ولكن تساعد أنه هو يأخذ قرار في نفس الوقت. الحقيبة مثلاً تشمل عندنا ثرموميتر يقيس درجة الحرارة، عندنا الحقيبة يقيس الزيت، وهذه مشكلة الزيوت إن في بعض المطاعم يستخدمون الزيت ويكون الزيت قديم بشكل كثير. فهذا الجهاز هو جهاز بسيط، مجرد إنه يقيس، وفي نوعين من اللون، يكون إذا كان لون غامج فهذا يدل إن الزيت غير صالح لاستهلاك الأدمي، لون فاتح، فمجرد إنه ما يحط الزيت قارن باللون راح ياخذ قرار راسا. يعني راح ياخذ قرار اذا الزيت صالح فاوكي، اذا مو صالح يعطي مخالفه ان انت قاعد تستخدم ماده غير صالحه للاستهلاك الادمي. نعم. طبعا درجه الحراره احنا نحتاجها. في عندنا ايضا التورتش بور، ان في اماكن مثلا المفتش ما يقدر يفتش عليها بالعين المجرده، فممكن هذا يساعد خصوصا يعني تحت الكراتين، خلف الكراتين، فوق الكراتين. وعبارة الشنطة هذه، أي الحقيبة هذه عبارة أيضا على أن جلافز فيها قفازات، فيها أكياس معقمة، فهذه إن شاء الله راح نقوم تكون موجودة عندنا الأسبوع القادم. وفي نفس الوقت راح نعطي على المفتشين تدريب بحيث أن كيف يستخدمونها، وأنه لابد يعرفون يستخدمونها الطريقة اللي المفروض يستخدمونها عشان تكون النتيجة صحيحة. فهذا احنا متأكدين جدا ونسعى يعني لهذه الحقيبة، عشان مهمة جدا جدا للمفتش. وتختصر عليه وقت بعد. دكتورة أمل،
دكتورة أمل، إذا تكلمنا عن إن شاء الله ظل كتب وانتهينا من المرحلة الثانية اللي إحنا موجودين فيها واللي يعني تأتي من ضمن خطة مجلس الوزراء لخمس مراحل راح نمر فيها لغاية إن شاء الله ما تعود الحياة لسابق العهد، نبي نعرف إذا خلصنا المرحلة الثانية وبلشنا المرحلة الثالثة، هل حضراتكم في الهيئة العامة للغذاء والتغذية حطيتوا خطة معينة محددة للفترة القادمة؟ طبعا أنا مثل ما قلت وما زال أعيد وأزيد نفس الله، إحنا نقوم فقط بالتكثيف، هذه الأشياء الموجودة للإشتراطات هذه من صلب شغلنا. إحنا اللي اشتغلنا بالكوفيد ما اشتغلنا شيء جديد، الشيء الجديد اللهم اللي هو التباعد الاجتماعي فقط لا غير. بس باكر إذا فتحت المطاعم وأصبح هناك داين إن، يعني الطاولات راح تفتح، الناس راح تدخل، هل راح يكون في اختلاف في عملكم في طريقة تفتيشكم؟ أي أكيد، يعني مثلا الطاولات زين لازم تكون طاولات فيها تباعد اجتماعي، فمعناه إذا ما في الطاولة مو مثل سابقا كل واحد يتكدس بطاولة واحدة، ممكن يكون الطاولة اللي تشيل أربعة ما راح نخليها تشيل أربعة، راح نخليها تكون بس اثنين، ففي هذه خطة يعني متواجدة. هذه اللي نبي نتعرف عليها أكثر علشان نطمن الناس. أي نعم، هذا هي يعني كل مطعم لازم يكون هو حريص إنه يكون في تباعد اجتماعي، لازم حريص المطعم يكون حريص إن اللي يقدمون الأكل إنزين لازم يكون لابسين جلوبس، أو بالأهم لازم يكون لابسين كمامات. فهذه من الأشياء الزيادة اللي إحنا لازم خصوصاً التباعد الاجتماعي. طيب هل من اختصاصكم أيضاً مثلاً تحديد الأدوات اللي تقدم فيها الأطعمة، مثلاً الأطباق اللي تستخدم مرة واحدة، الجلاسات اللي تستخدم مرة واحدة، ولا راح يكون عادي، أو هي ما هي من اختصاصكم التفتيش عليها؟ لا، هو الأدوات اللي تستخدم في الطبخ ولا تستخدم في المادة الغذائية طبعاً هذه هي التقديم، هاي طبعاً هذه هي من اختصاصنا، ولكن هو إحنا قاعد نقوم في تحديد دراسة على أساس إن هل نخليها ديسبوزل أو إن يكون حتى إذا كانت يعني مو ديسبوزل، يعني مو ديسبوزل، بس لابد إن يكون في استريكشنز انضباط على أن كيفية الغسل، كيفية كيف تغسلها، كيف تجففها، فهذه هذه من الأشياء اللي إحنا لازم يعني نوعي المطاعم فيها أو ننبه عليها، عشان إذا ما نفذوها تعتبر ممكن مخالفة عليها. نعم، إحنا نشكرك جدا دكتورة أمل على وجودك معنا في هالدقائق البسيطة، وإذا عندك أي كلمة أخيرة تحبين تقدمينها لكل من يتابعنا بليالي الكويت تفضلي. أحب أقول أطمن المشاهدين إن الهيئة العامة للغذاء والتغذية تقوم على مدار السنة وعلى مدار الساعة للتأكد بأن المادة الغذائية كل ما يأكل ويشرب يوصل المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، إن نحافظ على المادة الغذائية تكون صالحة للاستهلاك الآدمي، وإحنا شغالين 24 ساعة، فبس نحب نطمنهم. وحتى بالعموم أحب أخبرهم إن ما شاء الله تبارك الرحمن المطاعم بالعموم إن هي نظيفة، وإن الأكل اللي قدمونا صالح للاستهلاك الآدمي، فاللهم ممكن إحنا نشوف بالسوشيال ميديا مطعمين في العالم تهلع وتخاف وتفكر إن أول الأكل بالكويت مو صالح للاستهلاك الآدمي. لا، نحب نطمنهم إن إحنا نشتغل وإحنا عيونكم وإحنا موجودين لخدمة الوطن وخدمة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. شكرا جزيلا، الله يعافيك، وشكرا جزيلا لمجهودكم اللي صراحة الكل يثني عليه، وفعلا احنا مطمنين بوجود الهيئة العامة للتفتيش والرقابة، طبعا الهيئة العامة للغذاء والتغذية، شيء مهم جدا وجودكم، واحنا نشكر تعبكم ومجهودكم وفرق الطوارئ اللي انشأتوها منذ بداية الأزمة وعملكم بصورة عامة. شكرا جزيلا دكتورة أمل الرشدان.